السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بحل صفحة 28 من تدريبات درسنا أم قيس. هيا يا أبطال نفتح الكتاب على هذه الصفحة. عندي طبعا في هذه الصفحة قاعدتين متكررتين، لكن ننتبه للاسم والخبر، الآن راح نتحدث عنهم. أما في القاعدة الأخيرة بالسؤال الرابع فهي تتحدث عن أغلبكم ما عرفها بالقاعدة لما طلبت منكم اسم تفضيل، فهو تمرين الرابع عبارة عن اسم تفضيل اللي هي على وزن أفعل: أبهى، أجمل، أطول، أقرب، أطيب. الآن ننتقل للتمرين الثاني، وبعدها عندما نصل للتمرين الرابع سنتحدث. التمرين الثاني شو طالب مني؟ أختر من الشكل المجاور الكلمة المناسبة لملء الفراغ. إيش بدنا نلاحظ؟ حركة الفتحة. عندي ليتا، طبعا جميعها بدأت بليتا من ألف لدال: الجبانة، السعادة، السماء، الوفاء. ليتا السماء ممطرة ذهبا، ليت الجبانة مقدام، ليت الوفاء منتشر، ليت السعادة دائمة. هون عندي طبعا أنا هي راح أبين أي الكلمات موضحة عندكم تكملة الجمل. إذا لاحظنا عندما طبعا أول إشي بنراجعه أنواع الجمل. ما هي أنواع الجمل؟ جملة اسمية وجملة فعلية. نيجي نحكي الجملة الاسمية من ماذا تتكون؟ من اسم و أو مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر المبتدأ. طيب هون عندي ليت بعدين السماء. طب لو شطبنا ليت قرأنا السماء، السماء ممطرة ذهبا، جملة مفيدة. الجبان مقدام، الوفاء. طبعا احنا نرفض او نقرأ الجملة من غير ليت. الوفاء اذا انتبهنا اصبحت الحركة الوفاء لان المبتدأ مرفوع بالضمة. ام والسعادة دائمة، وهكذا. طيب اذا احنا ضفنا للجملة الاسمية ليت، ايش تصبح عندي الجملة الاسمية؟ ليت السماء ممطرة. إذا عندي بصير إشي اسمه اسم ليت وهو السماء، بيكون عندي منصوب بالفتحة، وخبر ليت بيكون عندي ممطرة مرفوع بتنوين الضم. طبعا ليت وبالتمرين اللي بعده لعل، هذول إيش بسميهم؟ هذول عندي من خوات إن. في عندي إشي اسمه إن وأخواته، مثل كان وأخواته بتعرفوها من قبل. في عندي إن وأخواته رح نتحدث عنهم. طبعا إن وأخواته عندما هي شو القاعدة اللي بدي أوصلك إياها؟ إن وأخواته عندما تدخل على الجملة الإسمية اللي هي المبتدأ والخبر ماذا تفعل؟ طبعا إن وأخواته رح نتحدث الآن مين هم إن وأخواته. إيش بتعمل؟ تنصب المبتدأ ويسمى باسمها، اسم إن، اسم ليت، اسم لعل، وهكذا. وترفع الخبر ويسمى أيضا خبرها، خبر ليت، خبر لعل، خبر إن، وهكذا. إذا عرفنا ليهون حركة السماء، الجبانة، الوفاء، سعادة مرفوع عفوا منصوبة بالفتحة لأنه هي عبارة عن دخل على الجملة الإسمية اسم من أخوات إنا. بالسؤال بالتمرين الثاني معطينا الخبر، والخبر تحدثنا عنه ماله مرفوع، لعل الليلة. أيضا لاحظنا الاسم ماله اسم لعل منصوب بالفتحة، أما الخبر راح يخبرني عليه راح يكون ماله مرفوع بتنوين الضم. إذا الخبر هون لعل الليلة مقبرة، لعل الخبر سارا، لعل المسابقة ممتعة، لعل الثمرة ناضجا، وهكذا. راح أعرض لكم أنا القاعدة. طبعا هيهم أخوات إن وأخواتها، إن أنك أن لكن ليت لعل، هذول هم أخوات إن وأخواتها. طبعا إن وأن يفيد التوكيد، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني، ولعل يفيد الترجي أو التوقع. أنا هون بفيدني إنه تعرف
الجملة عندما يدخل على الجملة الاسمية، اسم من أخوات إن، دك تعرفهم شو هم أخوات إن، أنك، أن، لكن، ليت، لعل، هذول هم بدك ترجع ترددهم، تكتب القاعدة على الدفتر. طيب إيش تعمل بالجملة الاسمية؟ تدخل الجملة الاسمية، بتنصب الاسم وبترفع الخبر، ويسمى باسمها وخبرها، وهكذا. بهيك إحنا شرحنا القاعدة بشكل بسيط وسلس، بس بدك تحفظ أخوات إن وأخواتها، ترجع أيضا ترجع تطبق القاعدة بشكل صحيح. طيب أما بالتمرين الرابع، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. طبعا الرمان واحد من أطيب الفواكه، كوكب الزهرة واحد من أجمل الكواكب، ولا أقرب الكواكب إلى الأرض. الصحراء الأردنية واحدة من أجمل الصحاري. طيب خلينا نشوف الحل. تمام، أجمل الصحاري. عندي هون اسم تفضيل، اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة ما وزاد أحدهما على الآخر. شو يعني التفضيل؟ بفضل شخص عن شخص واحد، مثلا عمر أطول من أحمد، أحمد أطول من عمر، أحمد أقصر من، وهكذا بفضل شخص عن شخص. المقعد الأمامي مثلا أفضل من المقعد الخلفي، وهكذا. على وزن أفعل كما ذكرنا سابقا، مثل أصغر أعلى، وعلى وزن فعلة مثل صغرى عليا، وهكذا. أي إشي بتحسه بتفضيل بين أمرين أو شيئين بسميه اسم تفضيل. كيف بدي أعرفه أكثر؟ اللي هو على وزن أفعل، لمثل أبها كان أشهر اللي كان موجود عندي بالدرس، أغلبكم ما عرف يتوصل لها. بهيك إحنا حلينا الصفحة. أي سؤال أي استفسار تبعتوا لي يا حلوين على المنصة. يعطيكم العافية، موفقين، إلى اللقاء.